عندك مشكله في الراس الخارجي لعضله التراي، هذا الجانبي اللي طالع الصوب، شلون تقوي، شلون تكبر هذا الراس اذا خاصه عندك الراسين الطويل والاوسط الداخلي اللي ما يبين اذا كانوا ممتازين عندك، بتركز على الراس الخارجي. خلنا نعطيك تمرين احنا وايد نسويه، ولكن حركه بسيطه بس بتغير فيها الحركه راح يصير التركيز يتحول تركيز حق الراس الخارجي، تحس في انه قاعد يطمر ويحترق وياك اكثر من الرؤوس الثانيه. ناخذ الجهاز البول داون كيبل بحبل مثل هذا، احنا العاده نسوي بشكل صح، هذا احنا وايد متعودين نسويه بكل مكان. الطريقه اللي بيها نفسها بالضبط، ولكن لما توصل هنا تحت افتح وايد، شوف شلون افتح، افتح يعني بشكل كبير حيل كأنك خلاص ايدك وقفت ما في مجال. الحركه هذه فتحها بهالشكل، شوف شلون لفت ايدي، ها شوف، ابيك تركز على الـ 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 الايد شلون لفت بهذه الطريقه، والحبل صار اول مستغرب كانه سيده. هذه طريقة اللفة، هذه راح تركز على الراس الخارجي التوايس الترايسبس. وهذا سبحان الله نفس لما احنا نسوي ريول مد رجلين، اذا كانت ريولنا لبرا زين او اذا داخل يلعب الدور، فاذا لبرا راح تركز على الراس الداخلي حق عضلة الكواد اللي دمعة العين، هذه نفسها بس معكوسة. التراي بدل لا تكون جدا فوق صارت تحت، فالفره ما تكون لداخل تكون لبرا، فتسوي لبرا بهذا الشكل يتحول اللود مباشره الى الراس الخارجي. اذا انت تسوي الطريقه العاديه هذه راح يشتغلون ثلاثه رؤوس خاصه الراس الطويل كلهم قاعد يشتغلون زين. الطريقه هذه تجيبها بالطريقه تركز على الراس الخارجي اكثر من الرؤوس، طبعا كلهم يشتغلون ولكن تركيز وين؟ هذا نقصده تركيز اكثر، فينمي عندك الراس الخارجي لعضله التراي.